لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتهينا في المرات السابقة بفضل الله تعالى من الكلام على الأمر، والكلام في هذه المرة على النهي. يقول الفصل السادس: النهي. النهي مقابل الأمر، فهو طلب الكف. يبقى هو النهي موافق للأمر في أشياء، ده طلب وده طلب، وده على وجه الاستعلاء وده على وجه الاستعلاء، في مقابلة بينهما، في ان ده طلب فعل وده طلب ايه؟ كف. يبقى النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. ولو صيغة هي الأشهر زي ما قلنا في الأمر، وفي صيغة هي الأشهر هي ايه؟ فعل الأمر. في النهي في صيغة هي الأشهر هي لا الناهية مع الفعل المضارع، لا تفعل. يبقى الشائع في الأمر افعل، والشائع في النهي لا تفعل. في ذكرنا أشياء بتقوم مقام فعل الأمر أو بتدل عليه، أيضا في أشياء بتفيد النهي أخرى في اللغة، لكن أشهر صيغة في اللغة بتدل على النهي لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع. طب مما يفيد أيضا التحذير بنحو إياك، يبقى ده صيغة أخرى موجودة في اللغة بتفيد معنى النهي، هي ما فيهاش لا الناهية ولكن فيها معنى النهي. ليه؟ لأن فيها تحذير، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرق. وزي ما قلنا ان في الفاظ بنيتها تدل على الالزام، حتى لو ما بتيجي في اي تصريف كان بقى يجب عليك، هو الفعل مضارع بس استفدنا الوجوب والالزام من ان هذه الماده، هذه الجذر، هذه الكلمه موضوع للالزام. ففي برضو كلمات زي مثلا الترك، فتأتي هنا الصيغة لغة نسميها أمر، ومن الناحية الأصولية نسميها إيه؟ نهي. أترك كذا، ده نحويا فعل إيه؟ أمر. بلاغيا أو من جهة المعنى أو من جهة الأصول هذه صيغة من صيغ النهي، بتأتي في صيغة فعل أمر، ولكن هذا الفعل يطلب الترك. عشان كده احنا عرفنا الأمر بأنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والنهي طلب الكف. ما حصرناهوش في لا الناهية، ولكن بقول أشهره لا الناهية. أي حاجة أخرى بتستعمل في اللغة لطلب الكف دي يبقى هنسميها نهي، هنعملها هنا معاملة النهي. يبقى لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع، ألفاظ التحذير نحو إياك، الكلمات التي بتركيبها تدل على طلب الترك مثل أترك أو دع، نحو دعي الصلاة أيام أقرائك، ومثل لفظ النهي بكل مشتقاته بقى. هي هذه الكلمة موضوعة في اللغة لمعنى النهي. فأنهاكم مثل قولي أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، أي عن الانتباه فيهن. تكلمنا عن النبي قبل كده. يقول: والنهي بلا قد يخرج إلى معاني أخرى غير طلب الكف تعلم من كتب البلاء. احنا عندنا في الأصول زي ما قلنا أشهر معنيين بينصرف إليهم الأمر: الوجوب والاستحباب. الوجوب ده المعنى الأصلي، وقد ينصرف إلى معاني أخرى بقرينة أشهرها الاستحباب، لكن
هناك استعمالات أخرى ذكرناها. برضو النهي الأصل فيه أنه للتحريم، وقد يدل على قد يراد به الكراهة بقرينة، وقد يراد به معاني بلاغية أخرى ليست مجال البحث هنا. قل دلالة النهي، الأصل في النهي من الشارع أنه يدل على التحريم نحو لا تشرك بالله، وقد يدل النهي على الكراهة فقط إن اقترن به قرينة تمنع دلالته على التحريم، كحديث إياكم والجلوس في الطرقات ثم أذن لهم بشرط أن يعطوا الطريق حقه. هو بيختصر مبحث النهي على اعتبار أنه هو تكرار لمبحث الايه الامر، لكن هو نفس المعركة هي من حيث انه احنا عندنا نعلم ان النهي في اللغة قد يراد به التحريم، وقد يراد به او يراد به طلب الكف الملزم او اللازم، ويراد به طلب الكف غير اللازم. البعض بيقول احنا قلنا ده اما نعتبره احد هذه المعاني، لفظ يستعمل في اكثر من معنى، فاما بنعتبر احد هذه المعاني حقيقة والاخر مجاز، واما بنعتبر ان المعاني دي متساوية، يبقى ده من باب المشترك. الفرق بين الاثنين ان لو اعتبرت احد المعاني حقيقة والاخر مجاز، يبقى عند عدم القرينة هحمله على المعنى اللي انا قلت ان ده الاصل او الظاهر، لكن لو انا صنفته من الاول ان المعاني متساوية ومتكافئة، يبقى اذا لم اجد قرينة ساقول اني مش قادر افسر هذا النص، لازم ادور على قرينة. طبعا كما ذكرنا ده يؤدي الى تعطيل كثير من المعاني الشرعية. فضلا ده لغة غير صحيح، وقلنا انه لو افترضنا ان في اللغة افتراض جدلي، يعني عندنا دليل لغوي ودليل شرعي. الدليل اللغوي ده في اللغة كل من يطلب من غيره على وجه الاستعلاء فالاصل في الطلب ان يكون لازما. اما يجي المدير في العمل، يجي الوالد في المنزل، لا تفعل كذا، لا 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 تحدث ضوضاء، لا تنصرف قبل الموعد، لا، كل ده هيبقى الاصل فيه الايه؟ انه طلب كف على وجه الالزام، زي ما قلنا افعل يبقى طلب فعل على وجه الالزام، طالما ان هو من الجهه الاعلى. هل وارد ان الجهه الاعلى تبقى بتقدم نصيحه او بتدي اذن زي ما قلنا في الامر بعد الحظر؟ انه يعني او ممكن، لكن اللي احنا اتفقنا ان اللغة بيبقى لها طريقة استعمال، وبناء عليه المتكلم بيتكلم بما يفهم من اللغة، ويريد من هذا ان السامع يفهم مراده، بيقوم السامع يفهم على ما تقتضي قواعد اللغة. فانا مش معقول اكون بستعمل في اللغة راجل مثلا يعني المدير في مكان بيعطي أوامر، ويجي في مرة عايز يطلب طلب فعل أو طلب كف غير لازم، وهو عايز الناس يعني تستفيد من هذه السماحية. هو لو بنتكلم على البشر يعني هيقول كده، انا لو قلتها بدون اي قرينة هم متعودين مني ان انا بقول افعلوا والالزام، واللي ما بيعمل واللي ما بيعملش بيتعاقب، اتركوا الالزام، واللي بيفعل ما طلبت تركه بيتعاقب. انا دلوقتي عايز اقول لهم والله يفضل تعملوا كذا، هقولها كده يفضل، او اقول افعلوا كذا ولمن شاء، او هقول افعلوا كذا وبعدين هقول بعدها من لم يفعل فلا شيء عليه، ولكن من فعل هياخد حوافز، لازم، والا هيبقى المتكلم قصر في ايصال المعنى اللي هو عايز يوصله. مفيش حد في الدنيا بيبقى عايز كلامه ما يتفهمش او عايز يوصل معنى. طب هو دلوقتي يعتاد من نفسه انه يطلب طلب فعل
فالناس تلتزم أو تعرف أن عليها أن تلتزم، ويطلب، وهو الذي بإرادته يريد في المسألة دي خلي فيها تخيير، يبقى لازم هيقول بقى بشيء متصل بشيء منفصل، هيكون السياق مفهوم منه. زي ما قلنا في الإذن، هو حد بيستأذن تقول له روح افعل اذهب، مش محتاج تشرح له ان دي من الإذن ودي للإباحة، لان الناس عقلاء يفهمون. مشكلتنا دايما في اللي بيجي يعمل قواعد بمعزل عن التطبيق، او بيعمل قواعد من استقراء ناقص، يجيب بعض الامثله، ولو لما نيجي نقول له ان الامر الاصل فيه انه الامر اللي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الاصل فيه انه للوجوب، يقول هو مش ممكن، انت يعني مش الله عز وجل امر على وجه التهديد فافعلوا ما شئتم، مش ممكن انت يعني العبد بيقول لسيده دعني اذهب اذهب. ايوه يا سيدي، انت جبت حاجات فيها قرينه، وبعدين لما توهمت ان الامر شيء مشترك بين الوجوب والاستحباب، وان النهي شيء مشترك بين التحريم والكراهيه، عطلت معظم النصوص، بل عطلت كلام البشر كاف. مفيش يعني حد هو معروف انه جهه اعلى، اب مع ابنائه، ام مع ابنائها، مدير مع الموظفين اللي عنده، حكومه مع شعبها. مفيش حد بيتكلم من جهه استعلاء ويبقى محتاج مع كل امر يقول خدوا بالكم الامر ده للالزام. انت كده عطلت اللغه وخلتها رقيقه. يعني لا، هو المعروف في لغه العرب، بل وفي كل لغه غير لغه العرب، ان صيغه الالزام من الاعلى مش محتاجه اضافه. محتاجه امتى اضافه؟ ممكن يبقى في اضافه من باب التاكيد، واتفقنا على كده، لكن الاصل يكفي الامر، وان كده بلغ المتلقي ان الجهة الاعلى بتلزمه بكذا. الجهة دي بتطلب منه شيء ولا تريد ان تلزمه به، بتبين. يبقى اذا ده نفس الكلام في النهي. يعني بعض المتكلمين يعني بيدعوا ان النهي مشترك بين التحريم والكراهية، مشترك بالمصطلح اللي احنا اخذناه، يعني الاحتمالين متساويين. يعني مش كل نهي يجيلي محتاج له ايه دليل خارجي، مفيش كده. ده يعني معظم اوامر الشرع ونواهيه، يعني انما ترد اوامر ونواهي. طيب بنقول خلاص ده في الايه، ده احنا بنقول لهم اللغه تقتضي كده. فان نازعونا في قضيه اللغه تقتضي كده، لهم طبعا على الاقل الاوامر الشرعيه، خلاص انا هفترض جدلا ان اللغه بتجعل صيغه الامر مشتركه بين ايه؟ بين الوجوب والاستحباب، وبتجعل النهي مشترك بين ايه؟ تحريم والكراهه. ليه في تفسير القوانين ما بتقولوش كده؟ بتخلوا كل الاوامر للوجوب وكل النواهي للايه؟ للحظر. بيقول لك لا، اصل في قاعده قانونيه بتقول القانون لا يتعلق بمكارم الاخلاق، مش بيدي نصايح، النصايح دي مجالها عندهم، وبقول لك كده النصايح دي مجالها في الدين والاجتماع، اما القانون كله ايه؟ الزام. حلو قوي كده، يعني انت لغه توهمت او هكذا تظن ان ايه؟ ان صيغه الامر دي لوحدها محتاجه قرينه عشان افسرها، وصيغه النهي محتاجه ايه؟ جيت في باب القوانين وقلت لي انا عندي قرينه عامه، ان اللي بيعملوا القوانين قالوا ايه؟ خدوا بالكم القوانين تتحدث عن الالزام والالزام ايه؟ فقط. فرحت مفصل الاوامر والنواهي فيها انها على وجه الايه؟ الالزام. بنقول له عندك في الشرع وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعندك في الشرع اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طبعا كده هو صريح جدا في النهي، ان اذا نهيتكم عن شيء ايه؟ ما قالش بقى اذا نهيتكم عن شيء ثم علقت عليه عقاب، اللي هي القرينه اللي هم بيشترطوها اذا نهيتكم.
تمام. حضرتك طب ما في الامر قال ايه؟ ايوه سيدي، يبقى ده دليل انه واجب عند الايه؟ عند الاستطاعه. ما قالش برضو اذا امرتكم بامر فانتظر فافعلوا او لا تفعلوا او يفضل ان تفعلوا، لا، يبقى امر بالايه؟ بالالتزام به وقيده بالاستطاعه فقط. وقلنا حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، يدل على ان لو ايه المشقه اللي كانت ستنشا من الامر؟ ما فيش الا لو قال الاستحباب. طب ما انت استفدت الاستحباب من غير الامر. ها؟ واي مشقه ستنشا من الاستحباب؟ اذا كان هو طلب غير ايه؟ غير لازم كما يقولون. يبقى اذن بنقول الامر في اللغه الراجح لغه ان الامر ظاهر في الوجوب وقد يراد به غيره لا سيما الاستحباب بقرينه، والنهي ظاهر في الايه؟ في التحريم وقد يراد به الكراهه بقرينه. ده في اللغه. فان نازعونا في اللغه نقول له طبعا على الاقل حتى من يظن لغه خلاف ذلك، فنقول له الاوامر الشرعيه الاصل فيها الوجوب الا بقرينه، ولا يراد غير الوجوب الا بقرينه، والنواهي الشرعيه الاصل فيها التحريم ولا يراد غير التحريم، والغالب بيبقى الكراهه الا ايه؟ بقرينه. يبقى اذا انا عندي ان الكلام في دلاله النهي هو تماما نفس الخلاف بنفس تفاصيله في دلاله الامر. احد ابرز الخلاف بين الامر والنهي، احنا قلنا الامر بحثنا فيه الامر المجرد هل يقتضي التكرار والفور ام لا، وقلنا الجمهور بيقولوا ايه؟ لا يقتضي لا التكرار ولا الفور. لك الله، ده انا معظم الاوامر الشرعيه تقتضي التكرار، اقامه الصلاه يعني 5 صلوات في اليوم والليل، إيتاء الزكاة عندما يحول عليها الحول. نقول له ما دي كلها أنت مستصحب نفسك. الخطأ بقى العكسي، أنت مستصحب أمثلة كلها جاء فيها دليل آخر يفيد الإيه؟ التكرار. لكن الأمر المجرد لا يفيد التكرار. إذن احنا بنقول إن تاني المتكلم لو محتاج تكرار، لو يريد التكرار لازم يعلم بهذا. ممكن يقول لك إيه؟ يعلم او يكون هناك القرائن موجوده عند الايه؟ عند لما باجي تقول مثلا الاب بيقول لابني يعني ايه؟ افعل واجبك. ما هو كل يوم بياخد واجب جديد، يبقى ايه؟ الامر ده بيتكرر مع كل ايه؟ واجب، وهكذا. لكن في الاصل الامر اسقني ماء، يبقى خلاص اسقني ماء، هات كذا، افعل كذا، اذهب الى كذا، كل ده ايه؟ يفيد مره. في اوامر كتير بطبيعتها ستفيد للتكرار، هتلاقي التكرار ده معروف للمتكلم وللايه؟ وللمتلقي، اما من ادله اخرى او من قرائن. انا بتكلم هنا في عمل مثلا، فالعمل ده وبتكلم على اوامر تتعلق بامر يتكرر، انه إذا المهمة الفلانية بتؤدى بالطريقة الفلانية، مش عارف إيه بيؤدى كذا إلى غير هذا. يبقى إذن الأصل في النهي أنه لا يفيد التكرار، ماشي. وفي خلاف يفيد الفور أم لا، يعني الخلاف فيها قوي جدا أكتر من حتة التكرار. في الواقع التكرار واضحة جدا أنه لا يفيد التكرار، وكثرة إفادته للتكرار شرعا نتيجة إنها عبادات راتبة، وجاء الدليل اللي بين إيه؟ تكرارها. طيب لما نيجي بقى نعكس، أو لما نيجي نروح للنهي، بعض العلماء الأصول قالوا النهي هل يراد به التكرار ام لا، وده تعبير من حيث اللغه مش جيد. يعني هو خد نفس التعبير اللي قاله في مساله الايه؟ الامر. هو التعبير الادق طالما انا بتكلم عن النهي هو ايه؟ اقول
هل يراد به الدوام ام لا؟ ولو لقينا حد من العلماء بيقول هل يراد بالنهي التكرار، بيبقى قصده برضه ايه؟ الدوام. يعني النهي يبقى الـ هنا لو المسألة التعبير الدقيق ان احنا هنتكلم عن النهي، نقول ايه؟ هل النهي المطلق المجرد عن القرائن؟ لان احنا اتفقنا لو قلنا لو الكلام لا تفعل هذا ابدا خلاص، انت هنا في ايه؟ قرينة لفظية واضحة ان النهي ايه؟ على الدوام. لكن لو قلنا لا تفعل برضو اختلفوا فيها، والراجح هنا ان النهي المطلق يحمل على الايه؟ لا بالذات احنا برضو يعني لغة، ويتأكد هذا شرعا، لان الشرع لا ينهى الا عما فيه ايه؟ مفسدة. فيكفي هذا على الاقل، يعني ما المفسدة موجودة دايما. يعني اذا الشرع بينهى عن يعني لا يعني عن شرب الخمر، بينهى عن طبعا دي احكام شرعيه ثابته، ولكن انا اقصد ان اي نهي اخر او يعني مجمع على انها على الدوام، لكن اي نهي ايا ما كان وضعه هيبقى انه لمفسده ما، اذا يظل النهي على الدوام، الا ان يقيده بانه مؤقت او معلل بعله يدور معها وجودا وايه؟ وعدما. يبقى الاصل لا تفعل، اذا لا يفعل. وبالتالي عند من يقول ان النهي المطلق يراد به الدوام، يلزم كمان يقول ايه؟ والفور. هي حاجه فيها مفسده ونقول النهي هيطبق على طول، يبقى من باب اولى أول ما سمعوا، غير الأمر تحصيل مصلحة، فممكن يتقال هو ناوي يحصلها. يعني إيه؟ يعني فإذا يعني التأجيل فيها محتمل حتى عقلا، لكن هنا في نهي عن مفسدة وبلغك هذا النهي، يبقى لابد من الامتثال. إذا النهي المطلق يدل على الدوام والفور، إلا بقرينة تجعله أنه هو مؤقت أو مرتبط بسبب، أو أنه يبدأ تطبيقه من كذا، إذا رأيت كذا فلا تفعل كذا إلى غير هذا. يبقى إذن النهي يقتضي لغة وشرعا المنع من إيجاد الفعل بأي وجه من الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومن هنا كان مقتضى النهي الترك على سبيل الدوام، وهو أيضا يقتضي الفور. طالما قلنا أنه هو على سبيل الدوام، يبقى يبتدي أكيد من إيه؟ من اللحظة. ما ينفعش نحن نقول أن احنا نؤجل بدايته متى شئنا، بداية العمل بالنهي، وبعدين بقى لما نعمل بيه هيفضل على سبيل الدوام. لا، هي في مفسدة قائمة، النهي إنما جاء لمفسدة. ده هو يتصور انه يقيد بانه لوقت معين الى ان تزول المفسده، لكن لا يتصور انه ايه؟ انه يؤجل. يبقى اذا النهي يقتضي ايضا الفور، اي ترك المنهي عنه في الحال. لان ايجاد الفعل المنهي عنه ولو مره واحده يعتبر مخالفه، يبقى دي ابرز مساله يخالف الامر فيها النهي. طبعا المتكلمون يأتون بالأعاجيب، يعني هو هنا يقول يعني تجد أحيانا أشياء من باب المكابرة والمعاندة وتصور قياس منطقي لا أساس له، يقول لك طالما أنت خليت الأمر لا يقتضي التكرار ولا الفور، والنهي
هو زي الامر ده طلب وده طلب، يبقى تخليه زي، يعني المسألة مش القياس يعني. ولذلك اخطر حاجة في القياس المنطقي او الشرعي او غيره القياس مع الفرق. مين اللي قال لك هذا استعمال؟ ده له عقلا له استعمال وده له استعمال. الامر ايجاد مصلحة، ويتصور المصلحة تكون غير عاجلة او يعني تحصل لو انك انت اجلتها، لكن النهي ترك مفسدة، والمفسدة توجد دائما مع الفعل المنهي عنه. إذن يجب تركه على الفور كما ذكر. سؤال بيقول هل الخلاف في كون الأمر الأصل فيه الوجوب من عدمه وكذا النهي الأصل في التحريم أو عدمه أثر واضح في أقوال الفقهاء من المتكلمين؟ لأننا ربنا لم نلحظ ذلك. يعني ما معرفش أنت يعني الأخ السائل لاحظ ذلك أو لاحظوش فين، بس هو فعلا ممكن يكون السبب. إحنا تكلمنا كتير عن المدرسة اللي عبر عنها ابن عاشر بقوله وهو بيتكلم على منظومتي في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الإيه الجنيدي السالك، اللي هو بيجمع بين العقيدة الكلامية والفقه المذهبي والإيه والسلوك الصوفي. وقلنا إن أصحاب هذه المدرسة يعني أحيانا يقعون في تناقضات في إن المسألة لما يدرسها في العقيدة تبقى بطريقة، ولما يدرسها في الفقه تبقى بطريقة، ولما يدرسها في السلوك تبقى بطريقة. هو عنده في السلوك سقوط التكاليف، فقلنا قصة الفرغل يعني بعضهم يصل إلى هذا، قصة الفرغل اللي كان بيحكيها الشيخ علي جمعة اللي فيها الراجل بيبيع حشيش قدام باب الإيه المسجد، وابن حجر ما فهمش إلا لغير ذلك فألزموه يبيع معاهم إلى آخر هذا الباطل. مش كده وبس، علم الأصول كتير من هؤلاء عامله على إنه علم كلامي مش انه علم اصول الفقه، لم يعاملوه على انه ايه يعني اصول الفقه، يعني هو يعني نوع من الفقه السني، هم بيدرسوا الفقه الايه السني، فهو وهو فقيه بيلتزم بالفقه السني. كتير منهم وهو بيتكلم في الاصول قال تحرر من كلام الأئمة وقالوا بحاجات كلامية وربما لا يطبقها لما يروح للفقه، أو يطبقها إذا في مسألة انفرض هو بها أو كان هو درجة تحقيقه في المذهب تسمح له بهذا. ولذلك هتلاقي كلام كتير في الأصول عجيب للغاية، لكن هو نفس اللي قاله الآمدي أو البيضاوي أو غيره لما بيروح في الفقه ملزم بايه بمذهب امامي، فما بيكونش في اثر كبير لهذا الانحراف في بعض القواعد على الفروع الفقهيه الا فروع نادره. وبالتالي هم بيجوا في كتب الاصول هتلاقيهم لا قول مشهور ولو انصار يدافعون عنه دفاعا مستميتا من المتكلمين. طبعا المعتزله كلهم بيقولوا كده، وكثير من الاشاعره بيقولوا ان الامر مشترك بين الوجوب والاستحباب، مش انه ظاهر في الوجوب وقد يراد بالاستحباب بايه لقرينة. وكتير منهم برضو بيقول كذا كده في النهي، وبعضهم او كتير منهم بيقول لان تطبيق الائمة الاربعة وكبار تلامذتهم وعبر تاريخ هذه المذاهب انه كانوا بيعملوا ان الاصل في الامر الايه الوجوب والاصل في النهي التحريم. فهذا العالم الأصولي يقول كلام في كتب الأصول لكن ما لقهوش طبقه في كتب وهو بيتكلم في الايه في الفقه. بل مسألة احنا هنقولها ان شاء الله دلوقتي، اللي هو انا ممكن الاقي كتب أصول الحنابلة بتقول النهي يستلزم الفساد والبطلان مطلقا، كتير من كتب أصول الحنابلة بتقول كده، وبعضهم بيستدرك استدراك لانه لاقي كتب الفقه ما بتقولش كده،
يعني هو الإمام أحمد أكثر الأئمة توسعا في استفادة البطلان من النهي، متوسع أكثر بكثير طبعا من الأحناف، ماشي، لكن في النهاية مع ليس عنده قاعدة أن كل النهي يفيد البطلان. ولذلك والكلام الدقيق أن هناك قدر متفق عليه بين الأئمة في أن النهي الذي هو متعلق بشيء خارج عن موضوع النهي لا يفيد البطلان. خلاص لما تيجي يعني، بس هي المهم هي ده نموذج لحاجة بنقول في الأصول. ممكن ألاقي بعض علماء الأصول بيقول حاجة ومش مطبقة في الفروع الفقهية، هو وينتبه غيره إلى أن القاعدة دي مش مضطردة وغير دقيقة وينبه على الفرق اللي هو زي بقى بيقول الشيخ العثيمين أو كتير من طبعا من اللي صنف في المذهب، أن إمتى النهي يقتضي البطلان؟ إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى ملازم له، ده انفكاك الجهة. يبقى مش ان هو يفيد البطلان مطلقا، بقى عندي ثلاث حالات اللي هو ايه، اللي يعود للذات او لمعنى اخر ولكن ملازم، او لمعنى اخر ايه غير ملازم. النوع الثالث ده مش الاحناف بس اللي بيقولوا بعدم البطلان فيه، ده كل الائمه. النوع الثاني انفرض الاحناف بعدم البطلان فيه في المعاملات. طيب هنقولها ان شاء الله، بس ده نموذج زي ما قلنا ان مش شرط كل ما الاقيه في كتب الاصول الاقي نفس اللي قاله كعالم اصولي طبقه في فروع الفقه، لان فروع الفقه بيبقى متقيد بمذهب الامام اللي هو منتسب. يقول أقسام النهي: النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام كما تقدم في الأمر، من انقسام إلى ثلاثة أنواع، والنهي التشريعي والنهي المصلحي والنهي العادي. طيب، قاعدة بقى أن النهي يقتضي الفساد والبطلان، هو هنا قايلها مختصرة جدا ومش متوسع في الخلاف فيها. نقرا الكلام اللي هو قايله الاول وبعدين نبقى. قل: قاعده النهي الدال على التحريم. طبعا كل علماء الاصول بيقولوا النهي يقتضي الفساد، لكن بيبقى هو قايل لك قبلها ان النهي ايه، هو ظاهر في التحريم وقد يراد به الكراهه بقرينه، وبالتالي لما يقول النهي يقتضي الفساد هو قصده انه نهي الدال على التحريم. طبعا هنا هو أراد أن يضبط العبارة أكثر، بلا شك العبارة دي أكثر إيه انضباطا، وأن كان يعني معظم علماء الأصول يكتفون بأنه واضح، يعني مش هتكلم على الفساد غير لما أكون بتكلم على النهي الذي إيه اقتضي التحريم. يقول: النهي الدل على التحريم أخرج بهذا النهي الدل على الكراهة. احنا قلنا ان النهي قد يدل على التحريم او على الكراهه، لكن اذا جاء مجردا على القرائن بنحمله على التحريم، جاء معاه قرينه تؤكد التحريم بنحمله على التحريم، جاء معاه قرينه تفيد الكراهه بنحمله على الكراهه. يقول: النهي التشريعي ان كان دلا على التحريم يقتضي زياده على دلالته على اثم المعصيه، ده دلاله النهي إن إنه يأثم من فعل المنهي عنه، لكن ليه احنا بنقول كده؟ إن ساعات المنهي عنه ده يكون منهي عنه لذاته، وبالتالي المكلف لن يتوهم ان هو له اي فائدة، هو عارف ان هو ايه معصية. فالنهي عن شرب الخمر، عن الزنا، كل المعاصي اللي الناس عارفة انها معاصي
خلاص هو لن يرتكبها الا للها يعني هيرتكبها من اجل الهوى، وهيبقى عارف ان هو عنده معصيه عايز يتوب منها. طب ليه قلنا ان احنا محتاجين نقول ان النهي يقتضي البطلان والفساد او الفساد والبطلان؟ بنقول لان ساعات النهي يتوجه الى عباده، فالذي فعلها ظن انها قربته الى الله، وظن انها اسقطت الواجب عنه لو هي عباده واجبه، بينما نتيجه ان النهي متوجه الى تلك العباده زي العبادات الشركيه، او متوجه الى الاخلال بشرط فهو من العباده، يبقى النهي جاي لشيء لازم في العباده، فمهم نقول يبقى في حكم خدناه في الاحكام الوضعيه نستنبطه، ان لما يجي نعرض على الفقه، لان الفقه سؤال وجواب، فانا بعرض على الفقه دلوقتي الصلاه بغير وضوء اذا كان متعمد طبعا معصيه كبرى بل قد تصل الى الكفر. ليه بقى الكفر هنا؟ يعني المثال انه هذه المعصية لا يتصور ان فيها شهوة او هوى، فيعني غالب الظن انها ناشئة عن الاستهزاء، لذلك بعض العلماء قالوا فيها كفر. سواء عموما خلينا في المثال دلوقتي ان ايه دي من حيث انا كحكم تكليفي قلت دي ايه منهي عنها، اذا هي حرام. في حكم وضعي انا بسأل عنه دايما في العبادات، وقعت صحيحة ام لا، لان انا عندي في حاجات بتعترض اداء العبادات تخليني اديت العباده، عملت حركات انا فاكرها صلاه، وممكن اسميها صلاه باعتبار ايه الوجود، هي وجدت صلاه او افعال صلاه، لكن من بالحكم بالمعيار الشرعي هل هي صحيحه ام لا، ده السؤال. يبقى اذا الانسان وهو بيؤدي عباده منهي عنها او عالم انه منهي عنه، فمهم انه يعرف ان هذه العبادة بطلت كأن لم تكن، اذا كانت كذلك يبقى مهتمين جدا، غير ان احنا نعرف ان الشيء المنهي عنه محرم، ان احنا نعرف هل وقع صحيحا، لان الصحة دي لما انا بعتقد ان صليت صلاة صحيحة يبقى كده اعتقدت ان الصلاه التي في ذمتي سقطت. طب لو اعتقدت انها باطله هعيدها، حصل مش هي الاولانيه اللي انا كنت فاكرها صلاه وطلعت باطله، عرفت انها لغو من بايه بالنسبه للشرع، وبالتالي واحد صلى بغير نسى الطهاره لا يأثم، لكن هو من جهة بقى انه الحكم الوضعي اللي هو الحكم على صلاتي هذه بالصحة او البطلان، هنحكم عليها بالايه بالبطلان. فبعد ما بنقول دي باطلة بيترتب عليها ان نقول للمكلف بان ذمتك ما زالت مشغولة بالصلاة، اللي جالك بقى الخطاب التكليفي عند دخول الوقت، كل ما بيدخل وقت صلاة تنشغل ذمة كل مكلف بإيه؟ بهذه الصلاة. أدى ما يظنه صلاة، بينظر في هذا الذي أداه إن كان مستجمعا لشروطي ولا وخلى من موانعي هنحكم عليه بالصحة اللي أثرها، إن احنا بنقول له برئت ذمتك. طيب كمان إيه؟ العقود بيترتب عليها آثار. طب العقود المنهي عنها هنقول للناس حرام بس الاثار لزمت، يعني تعاقدوا على الربا، عندنا الحكم الشرعي واضح في الربا، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى اذا العقد لم يلزم، عقد الربا باطل، ماشي؟ يبقى اذا محتاج واحد اخطا اساء جهل اي شيء كان لما فعمل العقد الفائل المنهي عنه، فاحنا النهي بيقتضي التحريم، قلنا له أنت أثمت بهذا إذا كان عالما أو لا عذر له.
القضية التانية بقى، العقد ده مصيره ايه؟ ولا يبقى ده اللي بيخلينا نبحث الصحة والايه والبطلان. والصحة والبطلان بتاخدنا الى اثر النهي في المنهي عنه. لذلك المبحث ده لاقيه في كتب الاصول في ثلاث حتت. وانا بتكلم عن الحكم التكليفي في الاول، واقول حكم التحريم بيستفاد من النهي، فبيجي لنا بيجي سيرة الايه النهي. وبعدين بنرجع نتكلم في الاحكام الوضعية، بنقول من ضمن الاحكام الوضعية الايه الصحة والبطلان، فبنتكلم شوية على الصحة والبطلان. وبعدين بعد كده لما بنيجي في المباحث اللغوية وبنستفيد ايه من صيغة الامر، بنستفيد ايه من صيغة النهي، نتكلم على مبحث اثر النهي في المنهي عنه الى غير ذلك. يبقى اذا احنا عندنا النهي الدل على التحريم، دلنا على التحريم، استفدنا منه استحقاق من فعل هذا للإثم، وكمان بنتعرض للفعل، وده بنحتاجه لما بتكون عبادة منهي عنها، منهي عن شيء من لوازمها أو شيء من المتلبس بيها. وعشان كده هنا هيبتدي بقى يبقى في فرق بين إن يعني يكون مثلا نهي عن صيام يوم العيد، فده نهي عن عبادة واللي شيء لازم لها، لأن الصيام يعني مرتبط تماما بشغل الوقت بالامتناع عن الايه عن المفطرات. وبالتالي الأصل ده هو من طبعا يقتضي التحريم دي، لأن أصل النهي الايه التحريم، واليوم ده يقع ايه باطلا. يبقى الإنسان يبقى عارف أنه حتى لو تطوع بهذا اليوم لن يقبل، وأنه لو صام في قضاء لا يعتد به لأنه وقع إيه باطلا. طيب اللي باع واشترى وقت صلاة الجمعة، فأنا بقولك هو الصلاة، امسك كده الصلاة أو امسك البيع، واللي حصل عندي دلوقتي إيه بيع، هو البيع ده في اي مشكلة في المبيع؟ طب في البائع؟ طب في المشتري؟ طب في شروط البيع؟ هو قالك المشكلة بس ان هذا البيع شغل عن واجب الوقت. فده اكتر مثال بيقولوه لايه، لانه النهي متوجه للشيء لامر غير ملازم له، ما هواش منه. كما ذكرنا البعض بيضبط الملازم وغير الملازم بالشرط والركن، زي الشيخ صاحبي بيقول ان هو لو ان النهي متوجه الى شرط العبادة او ركنها يبقى او شرط العقد او ركن، يبقى ده يعني لا تنفك في الجهة ويرد به ويبقى يترتب عليه الفساد والبطلان. لكن ده كنموذج. يبقى عشان كده هلاقي انه حتى اللي بيقولوا لما بعض كتب الاصول الحنبلية بتحكي ان النهي يرى يعني يفيد البطلان مطلقا، لا، حاجد انه الحنابلة بيقولوا انه بيتكلموا على الصلاة في الارض المغصوبة، الصلاة في الثوب الحرير، والصلاة والوضوء بالماء المغصوب، والوضوء من الاناء المغصوب، يعني المذهب بيبقى فيه في كل المسائل دي بقى في بعضها بيصححوها وبعضها بيقولوا ايه بالبطلان، بناء على درجة تصور ان الامر لازم ولا ايه ولا غير لازم. يبقى يعني عايزين نقولها منظمة عن كده، بس ده باختصار ليه احنا بقى عندنا في الامر حاجة اسمها ان النهي يقتضي الفساد والبطلان. احنا قلنا هو قال لنا في الامر، الامر يقتضي الايه الصحة، عشان يبقى بيكمل او هكذا برضو معظم علماء الاصول بيبقى عايز يكمل مباحث الامر مع باحث النهي، مع ان احنا قلنا هي العبارة دي قد توهم معنى غير صحيح، لان الصحة هتأتي امتى؟ لما تجتمع كل الشروط وتنتفي كل الايه
المعاصي عايز يقول لك خلاص الشيء اللي بيفعل على وجهه، ما بتكلم في باب الامر، الشيء اللي بيفعل على وجهه وحتى كده هتجمع بقى كل الاوامر، فاكيد يعني ان انت لو الشيء ده عباده او عقد وفعل على الوجه المأمور يبقى اذا ايه صحيح. يعني ايه صحيح؟ يعني لو عباده برئت الذمه منها، ولو عقد ترتبت عليه اثار. يبقى انا بقول عقد بيع الخمر لا يترتب عليه شيء، اي بيع ايه اللي بيترتب عليه؟ ان البائع امتلك الثمن والمشتري امتلك الايه السلعه. البيع لو حكمنا عليه بالبطلان نقول له حتى لو تبادل فعليا، نقول له ما بيدك السلعه اللي بايدك دي مش بتاعتك، يا اما هي اصلا لا قيمه لها، واحد باع للتاني خمر، فدلوقتي المشتري خد الخمر معاه، نقول له انت خدت حاجه مهدره شرعا يجب ان تريقها، فارقها، وفي نفس الوقت نقودك اللي عند البائع بتاعتك لانك دفعتها في مقابل شيء او في عقد باطل لم تترتب عليه اثاره. يبقى اذن ده اللي بيخلينا مهتمين نصف العبادة او المعاملة بالصحة او البطلان، لانه هل ترتبت عليها اثارها ام لا. باختصار ان النهي الدل على التحريم طبعا، لأن لو كان نهي جت قرينة انه يرد به الكراهة عمرنا ما كنا هنتكلم في الفساد وبطلان. النهي الدل على التحريم يقتضي الفساد والبطلان، ده العنوان العام، لان ده المقتضى اللغوي والشرعي، الا ان احنا عند التفصيل بقى بنقول بنقسمه الى يعني ثلاث حالات: ان يكون منهي عنه لذاته، او منهي عنه لمعنى ملازم له، والحالتين دول بنقول فيهم فساد وبطلان. الحاله الثالثه ان يكون منهي عنه لمعنى غير ملازم له، او بيعبر البعض عنه يقول لها ايه احنا الثلاثه دول ممكن اعرضهم تاني ازاي، او الاما ان يكون منهي عنه لذاتي او ايه لغيري، زي ما قلنا النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. هو النهي هنا ملوش علاقة بالبيع خالص، له علاقة بشيء يبقى ده الايه لغيري. اللي لغيره ده نقسمه اتنين: ملازم وغير ملازم. ماشي، يبقى في الاخر هما ايه ثلاثة. يبقى النهي عن الشيء إما لذاته أو لغيره، ولغيره إما أن يكون ملازم أو غير ملازم. طيب مواطن الإجماع فين؟ إن المنهي عنه لذاته يفيد الفساد والبطلان في العبادات والمعاملات. إيه تاني؟ إن المنهي عنه لغيره لمعنى غير ملازم لا يفيد الإيه؟ الفساد والبطل، حتى عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة. لذلك الحنابلة لا يبطلون الصلاة في الثوب الحرير. ليه؟ بيقولوا هي الصلاة شيء ولبس الثوب شيء، فهو يأثم للبسه للحرير لكن لا يبطلون الايه. لو احنا طبقنا كلام الشيخ العثيمين وبيحكي ان ده قاعده المذهب او الراجح في المذهب، لا والله نشوف الجزء الحريري اللي هو لابسه ده، لو ساتر به العوره هنبطل الصلاه. ليه؟ لانه هنا المنهي عنه الدخل في الصلاه جزء من العباده ستر العوره، فهو راح ساترها بشيء محرم، فالتبس بقى المحرم لازم للايه؟ فيبقى اذا ده على قول. ولعل اللي قالوا ان الصلاه في الثوب الحرير غير باطله من الحنابله، على الغالب ان اللي بيلبس حرير يعني بيبقى ايه معطف او شيء يعني ليس هو الذي يستعمل فيه ستر العوره، عشان كده قالوا الصلاه في الثوب الحرير. طب الصلاه في الارض المغصوبه دي من المشكلات في المذهب الحنبلي، انهم بيقولوا باطله
وعشان كده البعض قال والله هي قاعدة الحنابلة انها يقتضي الايه البطلان مطلقا، قالك لان لو بيفرقوا بين ان الشيء لازم للعبادة او غير لازم، الصلاة في الارض المغصوبة، الصلاة من حيث كونها صلاة ملهاش علاقة بالارض خالص، لكن لعلهم نظروا الى ان السجود بالذات او حتى افعال الصلاة كلها، القيام مش هيتم غير ايه بانه هو القيام كده، القيام معناه ان هو يكون منتصب على الارض، والركوع كذلك، السجود بيمكن اعضاء السجود من الارض، فقالوا لا هي الارض دي داخله معايا في كل حاجه. بعض العلماء قال لك لا، هو انفكاك الجهه مش بيبص له من هذه الجهه، هو بيبص له في ايه، هو العباده ديت لو انا نقلتها بعيد عن النهي ده كانت هتتاثر ولا لا، فبيبتدي يقول لا كده والله هي صحيح الارض مغصوبه لكن حركات الصلاه كلها لا هي تأثرت سلبا ولا إيجابا بنوع الأرض. من ضمن التطبيقات اللي يمكن قلناها في دروس العقيدة مسألة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، يعني هل تبطل أم لا، مع الجزم بحرمتها خلافا لبعض يعني مقلدي المذاهب اللي قالوا بالكراهة. طب ليه بالكراهة؟ ده مثال مثلا للسؤال، يقول فين مثال يقولوا لنا هنا هيرجع للقاعدة اللي هو ممكن يكون ما بيستعملهاش إلا عند يعني نزعات الهوى، يقول والله هو ما جاش غير النهي، والنهي مشترك بين التحريم والكراهة فيحمل على ليه؟ نقول له يا عم ده معاها لعن، وبص لا يعني القاعدة أصلا غلط، واللي بيستعملها غالبا مش مضطرد استعمالها. الأمر الآخر إنه تطبيقها كمان غلط، أنت قلت لي يعني هتيجي هنا وتقول لي الأمر المجرد عن القرائن يرى يعني دائر بين الإيه؟ التحريم، ومش مجرد على القرائن ده فيه لعن، ساعتها بقى هيخترع أصل اللعن ده كان سببه حاجة تانية، أصل ده خاص باليهود والنصارى، طب إيه وجه الخصوصية؟ مع أنه قيل للأمة إجابة على سؤال أم سلمة رضي الله عنها فيه أن هو يعني لماذا سيكون في شأن هذه الأمة؟ إذن يعني الظاهر تماما لوجود النهي بل واللعن أنه الصلاة في المساجد فيها قبور، أو خلينا نقول برضو ودي يعني البعض ممكن بيلجأ إليه، والله هو بناء المساجد على القبور فيه لعن واتفقنا على انه ايه حرام، وده هتلاقي مثلا الفيديوهات بتاعت الشيخ عبد الله رشدي وغيره بيركز على الايه على هذه الجزء، خلاص يعني مش فيه لعن عن بناء المساجد على القبور، احنا بقى ما بنيناهاش لقيناها كده عايزين نصلي فيها. طبعا برضو القضية انه يعني شيء ابقى عارف انه في لعن في الشرع واتسامح معه ان هذه الضلالة هم عملوها وبقى موجودة، طب ما فيش فرصة لتصحيحها؟ طب بهدمها مش احنا هدمت المساجد اللي في الطرقات واللي على ضفاف الترع والبعض شغب على هذا، احنا لا يعني يجوز فعلا مسجد أقيم بالعدوان على الطريق العام، خلاص اهدمه وابني غيره في ما يعني ما فيش مشكلة في هذا. طب من باب أولى بقى اللي أقيم بالعدوان على السنة، طب فهم يجي لك والله هو حكم بناء المساجد على القبور محرم لكن حكم الصلاة فيها وهو مسجد أهو موجود. الصحيح أنه يعني زي ما درسنا في رسالة تحذير الساجد العلامة الألباني، خدنا فيها شوط في درس العقيدة لو لسه فاكرين، وقلنا ان النهي عن بناء المساجد هو نهي عن الصلاة فيها من باب اول، احنا هنبني مساجد اذا اقولك يعني لا تبنيها لان فيها مفسدة مش لان هي ما فيهاش مشكلة، يعني هي مشكلتها مفسدة اجتماع المسجد والقبر، فحد عصى واوجد هذه المفسدة، اروح انا اقول لا انا خلاص هو الراجل عصى وانا ماليش دعوه بمعصيته، هو عصى واوجد هذه المفسده باقيه لي ولغيري،
ولكل من يدخل يصلي فتنة لكل مفتون. وأول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح. فازاي اتقال؟ والله هو كان آثم لكن احنا ملناش دعوة. ما هو آثم واحد صنع خمر وسابها، أوجد المفسدة. أنت تزيل المفسدة مش تقول أنا غير، يعني هي حرام لكن أنا أتعاطى مع. طيب، فاحنا هنا بنقول يجب نشوف مين اعتدى على مين. مسجد أقيم على القبر يهدم. طيب هو ليه يهدم؟ لأنه عدوان. اللي بناه متبرعا بنى في ملك الغير، فين التبرع؟ طب الناس عايزة مساجد، يجب ان هم فرض كفاية لازم ايه يوجدوا مسجد، لو هو المسجد ده هو اللي ايه اللي بيكفي الناس. طب العكس، مسجد ووقف مسجد واحد جه دفن فيه، عدوان، اعتدى على الملكية العامة، يبقى ينبش القبر ده وينقل الى ايه مقابر المسلمين. ده الاصل. طب موجودة بقى المساجد دي، في واحد رايح يصلي فيها مخصوص، فده عمد الى النهي. يعني هو رايح عايز يوقع الصلاة على هذا الوجه الايه المنهي عنه، يبقى ده صلاته باطلة. طبعا مع العذر بالجهل مش هتبقى باطلة، لكن اصل الحكم صلاته ايه اذا كان اقيمت عليه الحج. طب واحد اذن عليه وقت الصلاة لقى مسجد، دخل عارف ان المسجد ده فيه قبر، او هو دخل وفوجئ، او هو عارف انه مفيش مسجد قريب، وانا لا في دماغي القبر ولا هنا، يأثم لانه هو ارتكب النهي. طبعا طريقة بعض الفقهاء يقول لك اين النهي؟ نقول له النهي عن بناء المسجد على هذه الصفة من باب اولى نهي عن الصلاة فيه، لانه لم ينهى عن بنائه إلا لأنه متى بني على هذه الصفة كانت فيه مفسدة وجب اجتنابها. طيب فهنقول له في نهي، إذن يأثم ولكن لا تبطل صلاته، لأنه إنما أراد أن يصلي في أي مسجد كان، فالنهي ده كأنه إيه مش ملازم، ليس ملازما له. وهنا برضو التلبيس اللي بيعمله كتير من الناس في مسألة القبور، ينقل من حكم البناء لحكم الصلاة ويقلد المتأخر الفقهاء اللي قالوا والله هو البناء تم ووقت أن تم كان محرما. طبعا في فقهاء بيدافعوا عن البناء، وهؤلاء غالبا يعني مشربين حب الصوفية إلى النهاية، لكن اللي معظمين للدليل بدرجة ما يقولوا الله هو البناء تم والبناء خطأ، لكن الصلاة فين النهي؟ ولو في نهي هنحمله على الكراهة. طب ليه تحمله على الكراهه؟ هيقول لان النهي معنى مشترك بين الايه؟ نقول له لا، ده انت مش بتطبق ده في مسائل لا الطهاره ولا الصلاه، وتعالى كده نراجع الامور اللي انت كل الفقه اللي انت باني عليه فقهك او لمذهبك مبني عليه، ستجد ان الائمه كلهم وبالتالي انتم تبع لهم كنتوا بتعملوا ان الاصل في النهي الايه؟ التحريم. ثواني بس. عموما يعني اعتبروا ان الكلام على هو كده، يعني الكلام الموجود في الكتاب هنا، خلينا اقراه بسرعه عشان برضو ما نبقاش فوتنا حاجه، مع المره القادمه ان شاء الله نتوسع في هذا المبحث من خارج الكتاب، لان هو الكتاب ما خدموهوش يعني، وهو مبحث مهم. طيب أو خلينا المرة القادمة إن شاء الله نقرأ كلام الكتاب ونضيف إليه شروح. نعم. مش عارف والله، بس هو مثلا من الكتب المتداولة اللي شرحها كويس الوجيز بتاع عبد الكريم زيدان. احنا قلنا المبحث ده بيوجد في ثلاث حتت، هو شرحه كويس في مبحث النهي اللي هو شبه ده، وبيتكلم على الامر والنهي وقايله بدرجة ما في الصحة والبطلان. احنا تقريبا واحنا بنتكلم في الصحة والبطلان كنا قلنا كلامه برضه في الصحة، ويعني ومن نقحه مذهب الحنابلة بالذات في ان هو
ما عندهمش مش كل المسائل فيها بيقولوا ان النهي يفيد البطلان، شرح الكوكب المنير والرساله الصغيره قوي بتاعت الاصول من العلم الاصول بتاعت الشيخ ابن عثيمين، كنماذج برضو اللي فيها، بس الشيخ ابن عثيمين هنا كان قايل ضابط محدد، وهو ان النهي بدل ما يقول ملازم وغير ملازم، فقال ان هو اذا عاد النهي الى ذات الشيء او الى شرطه، فهو عاملها ضابط منضبط جدا، ولكن ما اعرفش هل ده كده هو حكاية عن المذهب ولا دي قناعته، لان الباقيين مش بيقولوا كده. لأمر غير منفك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.